في الحقيقة لو التغير المناخي النهاردة بيأثر على الجيل الحالي فهو تأثيره في المستقبل أكتر بكتير. فخلونا نشوف تقرير عن دور الإعلام في توعية الأطفال الشباب المستقبل في قضايا المناخ، وده على هامش فعاليات مؤتمر المناخ اللي بيعقد أو بينعقد في شرم الشيخ. احنا الجلسه دي احنا في كوب 27 السنه دي مشاركين بعدد من الجلسات والفعاليات في البلو زون والجري زون، وجلسه النهارده مركزه الموضوع بتاعها على ايه هو الدور الاعلام المفروض يلعبه علشان نوصل صوت الاطفال ومطالبهم، بما انهم الفئه الاكثر ضررا من التغيرات المناخيه، وكمان يسلط الضوء على ان صناع القرار يتبنوا المطالب دي. وده الهدف من جلسة النهاردة، لأن إحنا مش هنفضل طول الوقت بنتكلم جوه اجتماعات وعلى حملاتنا اللي هي بتعملها منظمات المجتمع المدني المختلفة، لا محتاجين يعني يكون في دعم من جهات مختلفة، ومن ضمنها طبعا الإعلام بما إن هو وسيلة هامة جدا لنشر الوعي ولتشكيل الرأي العام. يعني إحنا اللجنة التنظيمية لمنصة منتدى شباب العالم، ودي احنا عاملينها على هامش المؤتمر كوب 27. المنصه دي بتقوم بعمل جلسات متنوعه، المحتوى بتاعها ليه علاقه بالكوب 27. النهارده احنا عاملين جلسه اسمها دور الاعلام في التغير المناخي، وبالتعاون مع المنظمات الدوليه. فاحنا بنتكلم السيشن دي او الجلسه دي بالتحديد بالتعاون مع هيئه انقاذ الطفوله، وبتتكلم فيها عن دور الاعلام في مواجهه التغير المناخي. والمودريتور او مدير الجلسه والسبيكرز هم ناس متنوعه من جهات مختلفه ليها علاقه بالاعلام، وكمان بالاضافه الى دور الاطفال بالتعاون مع طبعا هيئه انقاذ الطفوله عشان نطلع الجلسه بافضل محتوى ان شاء الله. أنا شايفة أن الجلسة دي من الجلسات المهمة جدا، لأنه هي بتشرك الأطفال في الحوار، يعني فكرة أن احنا نبقى عندنا الخلفية بآرائهم وبكل اللي بيفكروا فيه، خصوصا أن هم تم تدريبهم وتأهيلهم بصورة كبيرة خلال الوقت اللي فات، خلال الشهور اللي فاتت، من خلال حملة جيل الأمل اللي كانت بتتم علشان يكونوا أبطال التغير المناخي زي ما كانوا بيوصفوا نفسهم. الإعلام طبعا ليه دور مهم قوي في نشر التوعية للأطفال. الإعلام ممكن ان هو يقدر يوصل صوت الأطفال لصناع القرار، وممكن يوصله لقادة العالم، فدي حاجة مهمة قوي الإعلام ممكن يعملها. حاجة تانية، الإعلام ممكن يعمل منصات توعية للأطفال بطريقة مبسطة بحيث ان المعلومة توصل لهم بشكل أفضل.